تبلي هدف رقم 14 هذا الموسم لساكبو. ساكبو امام حسن ادريس، ساكبو لفريقه مصلال هل يسجل هدف ثاني؟ امان حسن ادريس وكرة في المرمى، كرة للمرمى للهدف الثاني لساكبو في هذا اللقاء، ركلة جزاء تكون حاضر لمصلحة فريق مصلال، الكرة بيضعها في الجهة اليسرى للحارس حسن ادريس، وبالتالي كرة بتتجه للشباك لهدف ثاني.